ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. هنا واحدة من الكرات الخطيرة، جول جول دينيس تشيبتشيف. من أضاع الهدف في الكرة الأولى، لكن الثانية هنا كانت ثابتة في اللقطة الماضية. تشيبتشيف يسجل أول أهداف منتخب روسيا. الضغط الروسي، الفعالية الهجومية في هذه اللحظات، عرضية ترسل روسيا، هدف، جول 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 جول. يأتي نعم التعادل هنا، والفرحة التركية بهدف التعادل الذي يسجل في هذه اللحظات. كينان كرمان من سجل هناك في موسكو، هنا يسجل جيكيس. أوندر أوندر أوندر، الله يا سلام، ثاني الأهداف، وهنا تقلب الطاولة على المنتخب الروسي. نعم، تركيا تسجل، تركيا تصل. توسون 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 توسون، جول جول ثالث. نعم، بالنجاح من جينك توسون مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، هنا يسجل الهدف الثالث لمنتخب تركيا. الهدف، فرصة الآن قائمة، عرضية تأتي وفرصة الهدف، جول جول ثاني. نعم، للمنتخب الروسي عن طريق كوزايف. كوزايف يحرز ثاني الأهداف ويقلص الفارق للمنتخب الروسي. هنا معالمها كانت خطورة ونهاية الحرفية المتابعة موجودة بالرأس من بيل. فعل المنتخب الويلسي ديفيد بروكس بالرأس، بالرأس من جارث، وبالرأس على ممتازة. دومفريس وجول، دومفريس وفينالدوم وجول للمنتخب الهولندي عند الدقيقة السادسة. يا سلام، كرة من فينالدوم، رجعت لفينالدوم، التمريرة من دومفريس لاعب نادي بي اس في ايندهوفن في منتهى الروعة. هيلة هيلة هيلة، جول هيلة وجول. يومك يا جورجينيو يا فينالدوم، يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر. لعبة ولا أروع من هنالك من ممفيس ديباي في القائمة الثانية لبومفريس. تمريرة ثانية، عرضية، جول عرضية دومفريس وديباي، وجول الهدف العشرين لمنفيس ديباي في مباراة رقم 58 مع منتخب بلاده. دائما الخطر يأتي من الظاهرين. فيشتشا وجول، فيشتشا وديميروفيتش وجول للمنتخب البوسني في هذه اللحظات. يا سلام، أول أهداف منتخب البوسنة، صارت 3-1 النتيجة الآن. نعم، دخول تيلمانس، والهدف الأول، تيلمانس جول، يوري جول، يوري جول، والمنتخب البلجيكي تحت عيون روبرتو مارتينيز يأتي بهدف الامتياز في 10 دقائق لعب منذ بداية المباراة. ميرتانز يتقدم، ميرتانز جول. الخوف، كل الخوف، ما زلت نحكي، ما زلت نقول يا رؤوف، الخوف، كل الخوف من تريس ميرتانز الاختصاصي بهذه الكرات، هو الهداف التاريخي لفريق نابولي، هو اللي كسر أرقام. وضربة الجزاء بكل هدوء، بكل ثقة، بكل تأني، أقدام جورجينيو تغني وتعزف لحن الأتوري انتظره طويلا. نعم، يسجل 5 أهداف في فترة صفر إيطاليا على بولونيا، 2-0، روعة 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 روعة. البديل اللي نزل بيراردي نزل الحقيقة بدلا من
هدف لصالح المنتخب الغيني. يعني كل شيء سيء في الملعب، التصوير والإخراج والصورة اللي تنقطع باستمرار، ومعاهم هدف غيني، ومعاهم هدف لمنتخب إكواتوريال اللي ضغط من البداية وسجل. خطيرة كرة دخول لمنطقة الجزاء، الهدف الأول، الهدف الأول قلت الدقائق الأولى صعبة بدعم هذه الجماهير القفيرة في بوجامبورا. خمس دقائق، أسمان انديكومانا يفتتح التسجيل، أو ديكومانا يبدو لي هو من افتتح التسجيل لمنتخب بوروندي، أو سايدي من باكاريندي، كرة بالرأس أحمد خليل، وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الموريتاني. المرابطون يعودون، قلت الهدف اللي قبله في توقيت مبكر يحرر المنتخب الموريتاني من ضغط المباراة. بعد الهدف ادخل في الأجواء، سيطر، تقدم لمناطق منتخب بوروندي في كرة بوروندي. التنفيذ من غايل خطيرة، والهدف الثاني على غرار شوط المباراة الأول، هدف مبكر منذ الثواني الأولى لمنتخب بوروندي. كرة ثابتة نفذها غايل، وقادم من القلب بكل قوة وبرأسها باغتان موريدياو، هدف ممتاز لمنتخب بوروندي في افتتاح الشوط الثاني. يأتي الحكم إشارة التنفيذ، كرة على الهدف الثالث، على الهدف الثالث باغت الحارس دياو. مش ممكن قبول مثل هذا الهدف من كرة ثابتة، سايدين تيبا زونكيزا، يباغت الحارس ناموري دياو ويضيف الهدف الثالث للمنتخب. سيناريو غير مقبول بالمرة، يقبل يكون انفراد والتقدم والله، جول يارم تشوك يفاجئ الألمان في لايبزيغ ويسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأوكراني. أوكرانيا نعم تتقدم في ألمانيا في مدينة بأربعة، أربعة بأربعة، خلص الله 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 الله. ساني ما يلاعب على الإطلاق، ساني ما يلاعب على الإطلاق، الفضل إلى هدف التعادل. المدافع المتقدم كوخ ينقلها، تحولت في الجول، في الجول، ألمانيا تسجل الهدف الثاني، فيرنر يسجل الهدف الثاني. ويسعد الحقيقة يوخيم لو مدرب المنتخب الألماني. كده ودي بقى اللي انا ما بحبهاش، اللي هي العاديه دي. شوفوا الشكل، شوفوا الفرق، نجيب لكم من دي ومن دي، شوفوا الفرق، شوفوا ده اهي اهي من دي. هنطبخهم سوا بقى ان شاء الله. هي الفاصوليا دي عشان تطلع حلوه معاك لازم شوربه لحمه، لازم لحمه يا اما شوربه لحمه. فانا بصراحه كنت عامله لحمه فعنت لها حبه شوربه، هنطبخها مع بعض بدل عرفنا ازاي بنقطعها، بنغسلها الاول وبعدين نقطعها، ودي مفيده جدا ومغذيه.